هذا وكان اليوم الأول لمعرض البحرين الدولي للطيران قد شهد إقبالا جماهيريا كثيفا من داخل البحرين وخارجها للاستمتاع بمتنوع الفعاليات ورؤية أبرز التقنيات الحديثة التي حلت على جسد قطاع الطيران. حلول النسخة الخامسة من معرض البحرين الدولي للطيران رافقه جملة من التطورات التي طالت جوانب المعرض ككل بالشكل الذي يتناسب مع حجم ونوعية الشركات المشاركة الأقوى في العالم أجمع. أسرع المعارض نموا في الشرق الأوسط، الحمد لله معرض هذا العام بيكون أكبر من المعارض السابقة بدرجات جدا عالية في كل مؤشرات الأداء. الحمد لله احنا تطورنا بشكل كبير، القاعة اللي احنا فيها اليوم لأول مرة تشوفون المعرض يصل لهذا المساحة، تقريبا مضاعفة المساحة، زيادة في عدد الشركات أكثر من 30%، زيادة في الشركات اللي عرضت طياراتها ومنتجاتها. معرض بات هو الأسرع نموا في منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي يعكس أهمية مكانة مملكة البحرين في المنطقة جمعاء كمركز اقتصادي حيوي. اليوم حضرنا هذا المعرض بوجود هذه الطائرات المتطورة وبوجود هذه التقنيات الحديثة، بالإمكان أن نطلع على آخر التقنيات الموجودة. مساحة تم مضاعفتها هيئت لتكون مجهزة بأحدث التصاميم التي تناسب قيمة العارضين ممن تنوعت منتجات الطيران لديهم والأغراض التي صممت لها. وجاءت مشاركتنا كجزء من مشاركة دولة الإمارات في جناح دولة الإمارات وأيضا منصة وكالة الإمارات للفضاء. المنصة اليوم موجودة تمثل قطاع الفضاء الإماراتي اللي متكون من شركات عاملة في هذا القطاع مثل الياسات والثريا ومركز محمد بن راشد للفضاء. شركة نقدم الخدمات في مجال الأقمار الصناعية، نوفر أنظمة الاتصالات الفضائية على الشركات لشركات الطيران المدنية. احنا نقدم خدمة يعني توظيف المواطنين المغاربة داخل المغرب وخارج المغرب، يعني في مجال الطيران ومجال إدارات العامة ومشاركات خاصة. نسخة يراها البعض مبشرة إلى حد كبير استنادا على مؤشرات الأداء والتنظيم وما قد يتمخض عنها من عوائد اقتصادية ترجع بثقلها الإيجابي على الاقتصاد البحريني بالدرجة الأولى. من كل حدب وصوب جاءت كبرى الشركات الضليعة في قطاع الطيران لتتنافس فيما بينها بعرض أبرز التقنيات المتطورة التي طالت مجالات إنتاج الطيران والخدمات المرافقة التي تجعل من التحليق متعة لا تضاهيها متعة. لتلفزيون البحرين محمد الشيدات. وللحديث حول انطلاقة معرض البحرين الدولي للطيران 2018 معنا عبر الهاتف وزير المواصلات والاتصالات سعادة السيد كمال بن أحمد محمد. بعد التحية سعادة الوزير، طبعا كيف كانت انطلاقة فعاليات معرض البحرين الدولي للطيران 2018 في نسخته الخامسة اليوم؟ الحمد لله الانطلاقة كانت جدا ناجحة، جميع الانطباعات والردود اللي نسمعها من كبار الزوار ورؤساء الشركات والوفود اللي حضرت المعرض كلها جدا إيجابية الحمد لله. نعم. الافتتاح كان جدا جيد، تشرفوا الأعضاء الزوار كبار الشخصيات ورؤساء الشركات بالسلام على سيدي صاحب الجلالة. طبعا وجود سيدي صاحب الجلالة في حضور المعرض هذا يعطي يعني مكانة كبيرة للمعرض، الزوار والرؤساء الشركات يتشرفون بالسلام عليه. الحمد لله يعني جميع المؤشرات كانت جدا إيجابية، حضور جميع الشركات اللي أكدت حضورها في السابق، مثل ما قلنا معرض يعتبر الأكبر في البحرين، احنا كل معرض نقول المعرض هذه أكبر، ولكن الحمد لله هذا العام يعني تجاوز النمو نسب جدا كبيرة. نعم سعادة الوزير، قراءتك اليوم لاستقطاب الشركات العالمية طبعا وازدياد عدد المشاركين في هذا المعرض معرض البحرين للطيران؟ طبعا اليوم في كل المجلات والمعنية بالطيران المدني والعسكري الكل يتكلم أن معرض البحرين للطيران هو الأسرع نموا في المعارض في الشرق الأوسط، ثبت مكانته كمعرض مهم في منطقة الشرق الأوسط في الخليج العربي. نعم. هذا العام مثل ما قلنا الأكبر، زيادة في عدد الشركات المشاركة بنسبة 35%، مضاعفة مساحة العارضين، زيادة في العارضين بنسبة 73%. الحمد لله جميع هذه المؤشرات تجعل الشركات
جميعها أول البحرين تنال ثقة الشركات المشاركة. متى ما نالينا الثقة طبعا هم راح يجون معرض بعد معرض، والعدد قاعد يزيد ما يقل جميع اللي شاركوا العام جاءوا السنة. بالعكس السنة نسبة الشركات الجديدة جدا كبيرة، 66 من الشركات اللي حضرت هي عبارة عن شركات جديدة تأتي لأول مرة، وهذا طبعا الحمد لله فخر. احنا يبين ان البحرين قادر على تنظيم افضل المناسبات والمؤتمرات والفعاليات. نعم، اليوم يعني اليوم الاول في المعرض شهد توقيع عديد من الصفقات والاتفاقيات، كيف تقيم هذه الانطلاقه، انطلاقه المعرض مع هذه الاتفاقيات وهذه يعني التي سوف تعزز من المجال الاقتصادي طبعا في مملكه البحرين؟ ما في شك ان المعارض الاهميه الاساسيه للشركات المشاركه فيها هي الالتقاء بين بعضها وبين زبائنها، مثلا مصنعين الشركات او مزودي الخدمات يلتقون بمتخذي القرار وينتج عنها صفقات انيه او ان صفقات كانت معدلها في السابق. الحمد لله اليوم في البحرين تم الاعلان عن العديد من الاتفاقيات. اليوم مثلا شركه ارامكو اليوم اعلنت عن صفقه جدا كبيره، شراء طيارات من شركة ليوناردو الإيطالية. نعم. وشراء أيضا طيارات من شركة إيرباص العالمية تقريبا مبلغها حوالي 700 مليون دولار. أيضا شركة مطار البحرين وقعت العديد من الاتفاقيات اليوم للإعداد المطار مبنى المسافرين الجديد مع شركات مختلفة. طبعا وزارة المواصلات والاتصالات أيضا قمنا بالعديد من الاتفاقيات البينية مع الدول الأخرى منها المملكة العربية السعودية. نعم. اتفاقية مع الإمارات العربية المتحدة، المملكة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، البرازيل، بروناي، وختمناها اليوم الحمد لله بأيضا اتفاقية جدا مهمة، اتفاق مبادئ بين وكالة الفضاء بالإمارات وهيئة الفضاء والعلوم البحرينية، اللي إن شاء الله راح من خلالها نرسل مجموعة من البحرينيين والبحرينيات المهندسين والمهندسات للدراسة والتدريب لمدة سنتين، وأيضا المشاركة مع الإخوان في وكالة الفضاء الإماراتية في إطلاق قمر صناعي إن شاء الله هو بيكون الأول لمملكة البحرين. نعم، وزير المواصلات والاتصالات سعادة السيد كمال بن أحمد محمد، شكرا جزيلا لك.